بعد الفاصل لقاء خاص مع خبير مواقع التواصل الاجتماعي السيد خالد الأحمد لنحكي عن سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي. أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية من حيث استخدامها وحجم تأثيرها وتوفيرها مساحة واسعة للمستخدمين للتواصل وللتعبير عن آرائهم حول مختلف القضايا، مما ساهم بزيادة الوعي الفكري وجعل استخدامها ينطوي على إيجابيات وطبعاً سلبيات. ومن المعلوم أن الجميع يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي سواء للترفيه أو لأسباب أخرى تعليمية أو اجتماعية، والأكيد طبعاً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من ضروريات الحياة الحديثة، لكنها للأسف سلاح ذو حدين يجب استخدامها والتعامل معها بحذر كبير يا رجل. حذر شديد جداً جداً أكيد. وتعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات السبب الرئيسي في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير على ثقافة المجتمع واقتصاد ونظرته الشاملة أكيد للعالم، كما أنها تسمح بطرح العديد من القضايا المجتمعية ومناقشتها كالقضايا الصحية والاختلافات الثقافية والعلاقات العامة، حيث تتباين تأثيرات هذه الوسائل على المجتمعات. للحديث أكثر عن سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، أكيد يسرنا استضافة الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي السيد خالد الأحمد. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. حلو موضوع اليوم نحكي فيه عن مواقع التواصل الاجتماعي. دائما أنا ولورينا بنشكي همنا لبعض عن مواقع التواصل الاجتماعي، فسعيدين أنه رح نحكي معك يعني عن هذا الموضوع. أنا بأكد على كلام رزان خالد، يعني موضوع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي كتير صار ماخذ حيز ضخم جدا من حياتنا، يعني بكل شيء، بأشغالنا، بحياتنا الخاصة، بتفاصيل اليومية للحياة. وشوي الموضوع أنا بالنسبة لي بخوف، يعني خصوصا إحنا جيل عاشرنا ما قبل فترة السوشيال ميديا، وأنا بسميها أحلى فترة في الحياة، هي الفترة الذهبية على فكرة، مش هلا. الله سترنا. هي 100%. خالد في البداية حب إذا بتقدر هيك بشكل بسيط تشرح للناس وللمشاهدين ما هي الهوية الرقمية. الهوية الرقمية هي الأثر الرقمي اللي الشخص بيتركه، فمثلا مش بس مين أنا، لا أنا شو عملت، فإيش المحتوى اللي بقدمه. مثلا خلنا نأخذ مثال بسيط، إذا أنا بدي أروح على مطعم ولا مكان، مش بس أني أوثق أني أنا متواجد في هذا المكان، ولكن إيش الفائدة أو القيمة اللي ممكن أنقلها للجمهور تبعي من خلال تواجدي في هذا المكان. فمثلا إذا أنا متواجد في مطعم، خلنا نحكي للأكل النباتي، فبحكي للناس أن أنا متواجد في المطعم هذا، وهذه هي مثلا اليوم 25 من رحلتي في التحول للأكل النباتي. فهنا أنا عم بضيف إلهام، قيمة، معلومة، معرفة للجمهور تبعي. فموضوع هذا الموضوع أني أنا أصير بس أنقل الأحداث ما بيعني أي شيء، ولكن أنقل القيمة من العالم الواقعي للعالم الرقمي، هذا بيعطي شوية أثر وبسوي لي سمعة وهوية رقمية. حلو. وكل ما كان التخصص بنشر المحتوى في مجال متخصص كل ما كان أفضل. فنعرف أن هذا الشخص عنده هوية رقمية، عنده قيادة فكر، عنده معرفة واختصاص في موضوع معين، وهذا هون بيجي موضوع الهوية الرقمية. ليش مهم؟ لأنه في ناس إذا كانت عندهم فرص على أرض الواقع مهم أنه يعكسوها في العالم الرقمي، وفي ناس اللي ما عندهم مش فرص على أرض الواقع مهم أنه يبنوا هوية رقمية عشان يعوضوا لهاي الفرص في العالم الرقمي. حلو، أكيد مزبوط اللي عم تحكي خالد. يعني زي ما ذكرنا بالبداية وحكينا وبنعرف دائما مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلها إيجابيات وسلبيات، ولكن إحنا بنعرف إيجابياتها وبهمنا نحكي عن السلبيات يمكن أكثر لحتى نوعي بعض ونفهم شو سلبياتها ونتجنبها. أكيد إيش بتلاحظوا هاي الأيام سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا إنها واقع ومستحيل خلص يعني ما بنقدر نتخلى عنها، وما بنقدر حتى نمنع الجيل الجديد أولادنا إنهم ما يخوضوا بمواقع التواصل الاجتماعي. أنا بسمي الجيل الجديد مواطنين رقميين، وبسمي جيلنا إحنا لاجئين رقميين. فإحنا داخل بيت التشبيه، إحنا داخلين على هذا الرقم، هم انولدوا فيه. طيب. فهذا هو عالمهم. ما بنقدر نمنعهم، ما بنقدر نسوي شغلات كتير، ولكن بنقدر بس نوجههم. أحسن طريقة للتوجيه للجيل الجديد إنه نكون قدوة حسنة. صح. فما بقدر احكي ان اولادي ممنوع تستخدموا الموبايل وانا 24 ساعة على الموبايل. صح. وانا حكيت انا على الموضوع هذا في كتابي، انه في شغلات بنسميها الصيام الرقمي زي الديجيتال ديتوكس، انه مثلا ممكن نحط بعض الحدود، انه مثلا ابدا انا بنفسي كاب او كام اني مثلا ما استخدم الموبايل اخر ثلاث ساعات قبل النوم، واول ثلاث ساعات من اول ما اصحى،
هون بيساعدوني كثير انه هذا الوقت 3 ساعات انه اخصصه للعيلة. حلو. ولما اصحى هذا الوقت بخصصه لإلي، ابدا باني انا الرياضة، الابتكار، الكتابة، شغلات كثير. في شغلات ثانية مثلا انه لما اكون انا جالس جلسة مع الأهل أو أصدقائي أني أعطي الأولوية للعالم الواقعي مش العالم الرقمي. فالناس اللي مهمين اللي قاعد معهم أنا هون، مهم التواصل معهم أعلى قيمة من التواصل الرقمي. التواصل الرقمي ما في أي إرجنسي، أي طوارئ، أي قيمة حقيقية. فما في داعي أني أنشغل بالتلفون وأنا قاعد مع ناس. فلما أعلم هاي الشغلة، لما نكون قاعدين مثلا على طاولة سفرة الطعام مثلا، ممنوع حدا يكون ماسك الموبايل معه. في أماكن معينة بالبيت ممنوع مثلا الموبايل. فهاي الشغلات، الحدود اللي أنا ممكن أسويها بتساعد أطفالي من أني أنا أكون قدوة لهم في أنهم يعرفوا شغلة اللي هي اسمها الآداب الرقمية أو الصيام الرقمي. البروتوكول صار فيها بروتوكول. بتعرف خالد ذكرتني بشغلة، يعني في لحظات كمان اللي واحد بمر فيها لحظات لا تنسى. يعني مثلا تكون مسافر ومر عليك منظر غروب الشمس على موقع ما بعرف مين، وهي التفاصيل، منظر بحر وأبصر شو، وأنت بتكون قاعد عم تضيع اللحظة وأنت عم تطلع على شاشتك وعم تصورها بدل ما تطلع على على المنظر نفسه. فبيصفي الموضوع كله، مش لاصق، مش غير لاصق في مخيلتك وفي ذاكرتك، بصيروا اللي شايفين مستمتعين أكتر منك 100%. فهاي الأشياء كمان ضروري إنه نتذكر إنه أنت ما بدك تشوف اللحظة على التليفون، أنت بدك تتذكر اللحظة اللي بتشوفها، فعيشها. هذا إشي كتير مهم. بالانتقال شوي لموضوع ومساحة الخصوصية، يمكن هذا موضوع جدا مهم بالنسبة للناس. كيف بنقدر نحافظ على مساحة الخصوصية، وكيف نقدر نحمي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا انه ما يصير فيه هاكينج وما يصير فيه هيك تفاصيل؟ هلا موضوع الخصوصية موضوع شائك جدا، وتعريف الخصوصية تطور من اول ما بدينا بالتواصل الرقمي. فايام زمان كان الموضوع خصوصية احنا كنا جمهور متلقي، فخصوصية لها قيمة عالية جدا، والان احنا اصبحنا جمهور منتج المحتوى، فالخصوصية تغير مفهومها. فنفس الشيء لما انا عم بسوق السيارة بالشارع، هاي سيارتي انا الخاصة، ولكن أنت متواجد على شارع عام وفي قوانين عامة، فلازم تلتزم بالقوانين العامة. هاي شغلة مهمة جدا. موضوع الخصوصية والبيانات، أعتقد هاي المسؤولية لازم تطلع لنطاق أعلى من تكتل بلدان. فمثلا الاتحاد الأوروبي هو اللي أصدر قوانين وتشريعات ضد الشركات التقنية لحماية بيانات وخصوصية الجمهور تبعه. نفس الشيء في تكتل عم بيصير بأستراليا والبلدان حواليها. حلو. وشايف انه في بالخليج بدا في بعض التكتل والقوانين لحمايه بيانات وخصوصيه الجمهور. كشكل فردي احنا ممكن نبدا بهذا الموضوع من انه ندير بالنا على الامان تبعنا، انه مثلا اذا كل حساباتنا انه يكون في لها توثيق ثنائي المستوى، مش بس اني انا عارف كلمه السر، لا، وكمان اوثقها بشغله اخرى من خلال تطبيق جوجل اوثنتيكيتر ولا شيء ثاني. موضوع الخصوصية هون بيجي انه في شغلات مش لازم دائما اشارك صور احداث على ارض الواقع. خصوصيتي هذه لوكيشن مثلا لإلك 100%. بعدين في شغلة تانية، كل صورة برفعها على اي منصة اجتماعية بكون فيها نقطة منين تم تصوير هذه الصورة. كل صورة في العالم، فكل صورة هي عبارة عن دليل منين تم أخذ هذه الصورة. حتى لو ما نزلت الموقع اللي أنت فيه، حتى ما نزلت بيقدروا يعرفوا طبعا. نعم. ففي مثلا موقع معين بترفع عليه أي صورة بحكي لك هذه الصورة وين تم أخذها. يا إلهي. فمن هون لازم يكون عندنا إحنا وعي بالضبط، إنه أنا لما أشارك أي شيء أكون عارف بالمشاركة. المهم إنه إحنا نشارك بشكل مسؤول واحد، وشكل وندير بالنا ما نشارك بشكل لا شعوري. فلما نشوف احنا مثلا خبر معين ولا اشي، اسهل شيء اعمله اني اتفاعل معه، اني بدي انقل الدهشه اللي انا صابتني للجمهور تبعي. فاسهل شيء اعمله اني اشارك، وهذا اكبر خطا، لانه هذا اسمه مشاركه لا شعوريه. فانا لازم اكون دائما واعي بايش بشارك واخطط، اعمل كنترول على ردود فعلي. بالضبط، ردود الفعل مهمه جدا. ليش انا بدي اشارك المعلومه، القصه، الصوره، الخبر؟ ليش بدي اشارك؟ ايش المغدى منه بالضبط؟ انا كثير مرات بعد فتره طويله بكون كاتب المنشور، بعدين بحكي طب انا ليش عم بشاركه، ما في داعي، ما في له قيمه حقيقيه. صحيح. بشيله. طب بس قبل ما تسالي سؤالك رزان، بس على موضوع الخصوصيه، شو رايك خالد بالامهات اللي بيشاركوا صور لاولادهم وهم بعمر صغير؟ يعني هم زي ما بيقولوا باللغه الانجليزيه they don't have a say بهذا الموضوع. ما بيقدروا يعطوا رايهم، هم مو عارفين. ما رايك بهذا الموضوع؟
أنا باعتقادي الشخصي أنه هذا أكبر خطأ، والدليل أني أنا واجهته بشكل شخصي، أنه أطفالي لما كانوا بعمر المراهقة يقولوا ما بدنا نصور، ما بدنا نطلع على فأنا من زمان بطلت أطلع صور الأطفال، لأنه كل طفل قاصر ما إله القدرة أنه يحكي أنا بدي أتصور أو تنشر صورتي أو لا، ما إله. فإحنا ما إلنا الحق كلاجئين رقميين أنه نصور مواطنين رقميين ونطلعهم، لأنه إحنا بدنا حطناهم على الخريطة الرقمية، يمكن هم ما بدهم، يمكن هم لما يكبروا يقرروا أنه ما بدهم يكونوا جزء من العالم الرقمي. ليش؟ أنا مع هاي الفكرة 100%. عندي مثال بسيط، أختي صغيرة يعني هلأ عمرها 14 سنة، وهي صغيرة هلأ بهذا العمر ما بتحب تنزل أي صورة لها مواقع التواصل الاجتماعي. منزلين لها كلها زمان وهي صغيرة صور، بتقولنا ليه منزلين لي وأنا صغيرة صورة؟ أنا ما بحب صوري تكون على مواقع التواصل الاجتماعي. فتخيل بهذا العمر بيفكروا كتير. عندهم وعي رقمي أكثر من عنا، إحنا دخلاء صحيح. وهم عندهم وعي رقمي. قبل شوي ذكرت موضوع كتير مهم خالد، وحكيت فيه على 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 إنه ما أنزل بوست أو أنا بدون شعور لازم أفكر قبل. بتعرف شو، مرات بننزل أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تويتر، أي مكان، يمكن أفكار أو يمكن تعليقات على أشخاص أو أي شيء، بعد فترة بتتغير وجهة نظرنا، ممكن يصير في عنا اختلاف حول هذا الموضوع، ولكن الناس بتمسك هاي النقطة وبتضلها تحكي فيها لعشرين سنة لقدام. كيف ممكن إحنا نفهم الناس إنه إحنا بنختلف، أفكارنا بتختلف، بتتغير، تتطور، وعينا ممكن يختلف؟ إيش رأيك بهذا الموضوع؟ للأسف هذا بسموه ملاحقة مشعوذين. أيام زمان لما كانوا يعتقدوا أنه في حدا ساحرة ولا كذا كانوا يلاحقوها الجمهور. صحيح. فوعي الجمهور مش لما أنت تأخذي وعي الجمهور على نطاق كبير جدا ما بكون عادل. وفي قصة صارت أنه في ممثل وشخصية مشهورة أمريكية تم تعاقد معه لتقديم الأوسكار، وافق كل إشي وكان هذا حلمه أنه يقدم الأوسكار، ولكن في حدا بحث عن تغريداته لسنوات قديمة جدا، لأنه في عنده تغريدة مثلا غير مناسبة وأعاد نشرها وحكى أنا هذا الموضوع أريدي اعتذرت عليه وكل إشي، ما رح أعتذر عليه مرة تانية، وخسر الفرصة تبعته. ونفس الشيء في واحد شاب جديد متخرج حديثا تم توقيع مع فريق كرة قدم، وكان هذا أكيد حلم حياته. واحد بحث بالتغريدات وشاف أنه بأيام قبل كم من سنة، 5 سنين 6 سنين، كان بيشجع الفريق المنافس ومنزل تغريدة بالسب على الفريق اللي وقع معه. ولما أظهر التغريدة هذه هذاك الشخص حطها بسلسلة الإجابات، تم إلغاء العقد معه. للأسف ما بنقدر نتحكم، هاي مسؤولية الشخص انه يرجع ويلغي المحتوى تبعه القديم، مسؤولية الشخص. صارت معك انت هيك؟ صار معك هيك شيء؟ انا صار معي شغلات كتير وبتعلم لهلا عم بتعلم، ولكن حكم الجمهور غير عادل. نعم ابدا. عشان كان بسميه ملاحقة الشعور. انا بعرف شخص كان عنده يعني بده ينتقل لعمل بالخارج، ما قبلوه، تخيل لانه رجعوا للفيسبوك تاعه لقوا انه افكاره منافية لتوجهات وسياسة المؤسسة اللي بده يشتغل فيها فرفضوه. فيعني تخيل قد ايه بيأثر على الاشخاص. تخيل. وهون انا بدي احكي نقطة مهمة، نرجع لنفس المثال. في ناس بقول لك انا حسابي الشخصي بكتب فيه اللي بدي اياه، انت على شارع عام. مزبوط. ما بتقدر تحكي انه هاي سيارتي الشخصية بقدر اسوق خلف السير، انت مقيد بقوانين الشارع. نفس الشيء انت على منصة عامة جدا، اللي بتنشر رح يؤرشف ضدك للأبد. مزبوط. يا الله هالكلام قد ايه يعني بيوتر صراحة. الواحد كثير لازم ينتبه ايش لازم بحذر. ينزل ويراجع كمان الماضي تبعه حتى لو كان بعصر الجاهلية اللي نزله. حتى لو اذا بدنا نحكي عن فترة كورونا خالد، وبعد فترة كورونا لاحظنا انه صار في زيادة في تناقل، خلينا نحكي الإشاعات والأخبار المش مضبوطة والمغلوطة والحكي اللي ما في منه وإلى آخره، والمبالغة في نقل الأحداث. برأيك كيف نقدر نعزز أو نزيد من المسؤولية الاجتماعية عند المواطنين بأنهم يعرفوا إمتى ينزلوا الخبر وإمتى لا، أو كيف يصيغوا، خصوصا أنه صار عبارة عن صحافة، يعني كل حدا معاه تليفون صار صحفي. للأسف لكل منصة تقنية آفة غير مخطط لها. فمثلا بالنسبة للإنستغرام في تضخيم للصورة والفلاتر والجودة العالية والحياة،
فبتحس انه المحتوى المتواجد على انستغرام غير عاكس حقيقي للعالم الواقعي. ففي تضخيم، وهذا بيضيف وهذا بيعكس بشكل سلبي على الجمهور، انه بيحكي طب انا وياه زملاء بنفس الوظيفه، بس ليش هم مثلا دائما مسافرين ومبسوطين كل يوم بمطعم كذا؟ فلازم احنا نعرف ايش الآفة تبعت كل منصة. فآفة منصة الانستغرام اللي هي تضخيم المحتوى ومحتوى غير حقيقي. آفة الفيسبوك انهم عملوا انه انا لما اشوف خبر او مثلا منشور من اصدقائي او معارفي او اقربائي واندهش، عشان ازيد من الدهشة هذه واعزز الدهشة تبعتي لازم اشاركها مع حلقتي، حلقة معارفي. فسووا زر المشاركة سهل جدا. نعم. اني انا شفت خبر وشاركته مع معارفي. وهون الخطأ والمسؤولية على المنصة الرقمية مش على الشخص. هم بالنسبة لهم المشاركة بتعزز الانتشار المحتوى ومفارقة معهم المحتوى ببيعوا اعلانات وكل اشي، ولكن المسؤولية الفردية لازم اني انا اشوف الخبر اتحقق منه اتاكد منه قبل ما انشره، ولما بدي انشره احكي ايش الفائده من نشره. yeah. طب انا مش اعلامي اني انشر اخبار عاجله، يعني مش لازم دائما، هاي مش القيمه الحقيقيه تبعتي. القيمه الحقيقيه تبعتي اني انا انشر محتوى متخصص في مجال عملي يفيد الناس. مزبوط. بس انا مش ناقل للاخبار العاجله. صحيح. هاي لازم بشكل فردي كل واحد يكون عنده المسؤوليه الرقميه انه يكون واعي، لازم نتعامل معها. نعم. بحذر اكبر بعتقد. خالد حدثنا اكثر، يعني بتعرف ممكن الاخبار تنتشر هيك فجاه، بس زي ما بيقولوا الترند عمره ما بيطول، يمكن 3 ايام. ليش ما بيطول الترند؟ والله في ترندات طولت هالفتره كثير رزان. في ترندات ضلت لها اسبوع زمن. نعم. 10 ايام. يعني هو الانتشار الحلقات بنتشر، انا الجمهور تبعي لما حدا من الجمهور ينشرها، فالحلقات اللي بسموها الثلاثه ولا الست حلقات من المعارف. نأخذها بشكل آخر. إنه إذا في للأسف خبر سلبي لشخص وأثر على هذا الشخص، لازم تعرف إنه هذا إشي مؤقت. مرات الخبر السلبي ولا الأزمة الرقمية ما راح تطول، فهي مرات ما بنقدر نعمل أي إشي، خلص بدك تصبر لك من ليلة لثلاث أيام وبعدين بيختفي الموضوع. الإشي اللي بروح للترند ممكن نستخدمه بطريقة إيجابية أو ممكن يكون إشي سلبي ضدنا. يعني بطريقة إيجابية نعرف إشي الوصفات اللي أدت إلى انتشار هذا الترند أول مرة وتاني مرة، وممكن نستخدم هاي الوصفات أو الإشارات إنه نصير نخلق ترند ونعرف كيف يعني ننشر الخبر إنه يروح بشكل رائج. إذا كانت سلبية بدنا ندير بالنا إنه مثلاً لما أنشر المحتوى أتأكد إنه المحتوى ما يكون في بنسميه المرحلة الرمادية. مرات أنا بخاطر بحط محتوى جدلي أو إشي وعلى أساس إنه يمكن يضرب بشكل إيجابي أو سلبي. إذا راح بشكل سلبي معناته أنا من اليوم طالع مش لازم أدخل في المرحلة الرمادية هذه. نعم. المؤثرين، شو رأيك بما كثر يعرف بالمؤثرين؟ شو هو المؤثر بالنسبة لإلك؟ هل هو كل واحد قرر يجمع مجموعة من الفولوورز بعدة طرق طبعا معروفة، أو هل هو الشخص اللي عن جد يتميز بمحتوى؟ وشو رأيك بالمشهد خلينا نحكي تبع المؤثرين في الأردن؟ المؤثرين أنا بديش أسميهم مؤثرين، أنا بسميهم صناع قرار، صناع محتوى. صناع محتوى. فهم هذول صناع محتوى وعلى أساسه بصير عندهم جمهور، والجمهور كبير. هلا اذا انا صانع محتوى قيم متخصص، نعم، فئه الجمهور المهتمه لهذا المحتوى حتكون قليله جدا. ولكن اذا انا صانع محتوى ترفيهي معناته انا فئات الجمهور متعدده حتكون اكثر، مش لازم تكونوا متخصصين. فعشان هيك احنا بنشوف الصانع المحتوى الترفيهي عنده جمهور اكبر بكثير من صانع المحتوى القيم. صحيح. أوكي؟ 100% مزبوط. انا ما بحط المسؤولية على صانع المحتوى، بحط المسؤولية على الجمهور المتابع. معظم الجمهور المتابع لصانع المحتوى مش شرط بكونوا حابين المحتوى، يعني مرات كثيرة بكون نص الجمهور فضولي فقط، بشوف شو بده ينزل المحتوى وبستنى المحتوى عشان يذمه. مزبوط. مش بكون متابع ولا بكون معجب بالمحتوى يعني. صح صح صح. انا دائما بحكي للناس بديروا بالكم من شيء اسمه حصان طروادة مثلا. اذا انا بدي اذم او احكي بشكل سلبي عن محتوى معين،
انا سويت له فيفر يعني انا نشرت محتوى لجمهوري. نعم. اذا بحكي عن اي نوع من المحتوى سلبي او ايجابي عن شخص معين انا عم بفيده لانه عم بنشر السمعة حتى لو عم بذم فيه انا بالزبط. عادي عم بعمل له شعبية. وانا بنصح طبعا. دائما الشخص هذا انت ما بيعنيك تتأذى او بيعطيك طاقة سلبية من المحتوى تبعه خلاص تسوي له عدم متابعة، ما في داعي احكي بالموضوع اكثر، ما في داعي. فاحنا بحكي دائما هون المسؤولية تيجي على الجمهور اكثر من انه الشخص، انه اذا انت معجب بمحتوى شخص معين تابعه، واذا مش معجب بشخص معين ما تتابعه. ومهم انه كثير بسيطة يعني، تخيل قد ايه بسيطة والناس لسه مش قابلة تتقبل الفكرة وتستوعبها. ومهم انه نبدل، طلعت قبل فترة انه نبدل، انه بدل ما نتابع صناع المحتوى الترفيهي والمشاهير تابعوا العلماء والفنانين وكذا. فشوف الناس، في ناس كثير عندهم محتوى قيم جدا ما عندهم جمهور، صح، لانه ما عندهم مثلا مهارات نشر او انتاج محتوى يكون جاذب ولكن مفيد بس مش جاذب. مضمون مفيد. هو هذا اكيد بيرجع كله لتوجهات واتجاهات الجمهور. قبل شوي حكيت كمان شغله كثير مهمه عن السلبيه. انا برايي يعني سيد خالد، مواقع التواصل الاجتماعي كشفت الاشخاص على حقيقتها، وخصوصا الاشخاص يعني انت بتكون مقابل شخص نفسك تحكي له كلمه بس مش قادر، بس على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدر تكتب له اياها بكل سهوله وتوصله بكل بساطه. وهذا مش شيء صحيح يعني، انا بعتقد يمكن في اشخاص اعلاميين او نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيحكوا كلام وجمل مثلا ما بتعجب الاشخاص، ما بيصدقوا الجمهور بانتقادهم وبلشوا بشنوا عليهم حرب، وعن جد ممكن يصير ترند. كيف ممكن عن جد توصل صورة كمان للناس بطريقة مبسطة انه يعني يهونوا شوي على بعض، طولوا بالكم مش عاجبهم الكلام خلاص. كل منصة مختلفة، مثلا تويتر هي عبارة عن محتوى نصي اكثر من اي شيء اخر، وبسبب هذا الموضوع صار انه صار في حدة في الخطاب او التواصل. فأنا لما أكتب بمحتوى نصي ما حدا عم بيقرأ لغة الجسد ولا عم بشوف إشي ولا كذا، فالمحتوى تبعي ومرات والتويتر أول ما بدأ كان هو عبارة عن تكميل للتدوين، فكان في أيام زمان الأسامي المجهولة، فأنا في عندي سور بكتب اللي بدي إياه ما حد بيعرف مين أنا باسم ولا مجهول صورتي وكذا. ولا شكلي ولا شيء. وهلأ حتى لو اسمي موجود صار الناس عندهم الشجاعة بنشر المحتوى، ولكن للأسف ما بياخذوا اعتبار مشاعر الشخص اللي امامهم فبينشروا بشكل حاد، وهذا ولد شغله اسمها خطاب الكراهيه. فصرت انا بنزل محتوى والمحتوى تبعي بياثر على الشخص الامامي بشكل او باخر. للاسف الشخصيات الببليك فيجرز اللي هم المشاهير الشخصيات العامه، مهم انه يكون عندهم مهاره مكتسبه اللي هي جلد التمساح. يتمسحوا. لازم يتمسحوا، لازم. ومش في ناس كتير مشاهير ما بيقروا التفاعل بشكل مفصل يعني. مزبوط. هو مع الوقت بعتقد بيصير في مناعة، خلينا يبطلوا يقروا حتى. هلا في خطوات ممكن واحد يأخذها على حسابه، مثلا وفرتها المنصة إنه أنا ممكن أخفي بدل ما ألغي، في إلغاء وفي إخفاء. فمثلا على الفيسبوك أنا ممكن أخفي التعليق، ليش؟ مش إنه عشان أذاني، ولكن عشان ما يأثر على التعليقات الأخرى وما يفتح مجال لغيره من التعليقات. بالضبط. نعم. فأنا ممكن أخفي بعض التعليقات المضرة إذا هي تخطت الخط الأحمر مثلا، وإذا في حدا مثلا تخطى الخط الأحمر بشكل متكرر مثلا ممكن ألغي الاشتراك إنه على صفحتي. نعم. يعني عالم مواقع التواصل الاجتماعي عالم واسع جدا، واسع جدا. إذا بدنا نحكي فيه تفاصيل كتير. نعم. أكيد انبسطنا كتير وسعدنا بلقائك اليوم. شكرا كتير على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. يعطيك ألف عافية. شكرا. يعني وجودك كان جدا مهم، وبزمن يعني احنا بحاجة صحيح لهذا الكلام، وان شاء الله دائما يكون عندنا كلنا مسؤولية اتجاه كل كلمة وكل حرف عم نكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة طبعا إلى المنشورات اللي عم ننزلها. شكرا مرة ثانية. شكرا كثير. مشاهدينا مكملين معكم، ولكن نروح لفاصل قصير ونرجع لكم، خلوا معنا.